ودلوقتي هعمل وصفة برضو استقلنا عليها كتير جدا، وهي الكريم كراميل. دي عبارة عن ايه؟ هعمل مثلا بكوبايتين لبن، كوبايتين لبن، هحط على كل كوباية لبن 2 بيضة، يبقوا ايه؟ 4 بيضات. عندي هنا عليها نص كوباية من السكر، وهعمل كراميل بحوالي كوباية سكر. كوباية سكر ابدأ ان انا احطها على النار تتكرمل، وعلشان ما تقفش معايا قوي بديها بعد كده 2 معلقة مية. يبقى كوبايتين كوباية السكر عليها 2 معلقة مية في الاخر بعد ما لونها يبدأ يغمق كده، او معاها حتى مع بعض يعني مش مشكلة، المهم ان هي هتديني اللون الغامق من غير ما تقفش معايا بسرعة وتضايقني. تمام كده؟ حط هنا 2 كوباية اللبن عليهم 4 بيضات، عليهم فانيليا مثلا 2 باكو فانيليا، عليهم نص كوباية من السكر، وهحط لهم لبابة العيش. لبابة العيش اللي هي دي العيش الفينو وانا مقشراه، يبقى بقيت عندك مثلا بالشكل ده، او لو سبتيه بره شويه هتلاقي القشره نشفت، اروح شايل القشره من عليها واشيل اخد البابه اللي جوه بس، طبعا مش عايزه اللون يغمق للايه للكريم كراميل، فانا هاخده بالشكل ده. هاخد لكل كوبايه حوالي رغيف فينو اللي هو الصغنن، مش الكبير قوي، مش البيتي بان برده الاكبر منه شويه، تمام؟ فانا هاخد هنا كده احط السكر، كوبايه السكر، وعليها 2 معلقة مية. معانا ام احمد، اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخ. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. مريد اتفضلي. بصوا كده، انا حاطين 2 معلقة المية مع السكر، هسيبه يغمق شويه بس، كل شويه هتابعه يعني، انا عايزاه يبقى لونه بني بس. انا مجهزه القوالب بتاعت الكريم كراميل او كوبايات او اي حاجه انت عندك، بس جوه صينيه هحط فيها ميه ما سخنه المفروض، وادخلها الفرن عشان ما اداش فرصه بس ايه انها تاخد مده طويله في الفرن تسخن. تمام؟ طبعا هنا بسرعه قوي هيلون معايا، بس الميه هتساعده ان هو ما يتحرقش مني. 2 معلقة المية دول. تمام؟ هاجي بقى هنا هحط كل حاجه في الخلاط، كل حاجه في الخلاط عشان تسهل على نفسك. الـ4 بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى بالبابة العيش دي بتديك بقى ايه حاجه متماسكه شويه، ان شاء الله تعجب الاولاد، ما تبقاش طريه قوي زي الكريم كراميل العادي، بتبقى متماسكه حبه، وبتكتر طبعا الكميه كمان بتخليها اقتصاديه اكتر. ادي كده 4 بيضات، 2 كوباية لبن، اعمل لها بق بس. 2 كوباية لبن، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. 1/2 كوباية سكر، 1/2 كوباية سكر، فانيليا 2 أو 3 باكو فانيليا، لبابة العيش هاخد حوالي حتى معاه في الخلاط كده قد رغيفين متوسطين كده، تمام كده، واضرب كله في الخلاط. انا بس يا دوبك هيبدا يغمق معايا اهو، يبدا يديني اللون الذهبي كده او الاغمق الذهبي شويه، وايه واحطه جوه القوالب دي قبل ما انزل الكريم كراميل. تمام؟ قبل ما انزل الكريم كراميل هقول لكم تاني انا عملت ايه. انا دلوقتي حطيت 2 كوباية سكر على النار ومعاها 2 معلقة من المية، 2 كوباية سكر معاها 2 معلقة من المية، ابدا اقلب فيه كده لغايه ما يديني اللون الايه الذهبي الغامق شويه. بعد كده حطيت في الخلاط 4 بيضات عليهم 2 لبن، 1/2 كوباية سكر، 2 أو 3 باكو فانيليا، لبابة العيش حطيت حوالي قد رغيفين يعني العيش من جوه، شلت القشرة بتاعته، حوالي لبابة العيش الفينو حوالي رغيفين متوسطين، تمام؟
بس ده الكريم كراميل بمنتهى البساطه. بس هي الحاجات الصغنونه اللي احنا بنعملها دي هي اللي بتفرق معاكي. يعني ان انا اعمل الكراميل سهله خالص، كوبايه السكر عليها معلقتين ميه واقلب فيها لغايه ما تديني اللون البني. ان انا اما اجي اسويها احط ايه ميه الاول في الصينيه كده، ممكن حتى المتكاتل على طول ميه مغليه، بنحط كوبايه واحده. انا كده بتكلم معاك لغايه ما خلاص مسك الكراميل كده، خلاص مسكت في ارضيه، عشان طبعا لو اتصبيت وهي لسه طريه بتلاقيها عامت، انما خلاص هي كده مسكت. هبدا انزل عليها بقى ايه الكريم كراميل اللي انا عاملاه في الخلاط، اللي هو عباره عن ايه اربع بيضات، كوبايتين لبن، نص كوبايه سكر، رغيفين عيش فينو ومتقشرين، وفانيليا. ضربت كله ده مع بعضه وهنزله كده على الكراميل اللي انا عاملاه من كوبايه السكر ومعلقتين الميه لغايه ما اغمقه، وابدا ادخلهم في حمام ميه زي كده، وادخلهم الفرن على نار متوسطه في الاول. وبعدين ايه، لا لسه في حاجات في الفرن دلوقتي في الكيكه دي، فهدخلهم الفرن على حوالي 180-160 درجه، يكون الفرن سخن من قبليها، بيقعد حوالي ساعه او ساعه الا ربع. خلاص يعني من ساعة ساعة لربع كده يكون استوى خالص. طبعا ما بتطلعهوش ناشف، بيبقى طري لسه شوية في التلاجة، بيبدأ يمسك نفسه، نستعمله تاني يوم أو آخر النهار. أنا بدفي بس الكريم كراميل، طبعا ده معمول من امبارح، فبدفي كده الإيه الأرضية اللي فيها الكراميل اللي لازق ده شوية. لسه مع إنه بيلق، انا مش مولعه النار، بس باخد السخونيه كده بتاعت الايه بتاعت العين.